نعود مرة أخرى إلى كتاب أحمد تيدات اللي هو كتاب عتاد الجهاد، ونتكلم عن خرافات غير معقولة جاء ذكرت في كتابه عن أنها أتت في الكتاب المقدس، ومنها موضوع أكل البراز وشرب البول، موضوع قبيح. فما رأيك؟ ما هو بينتقي بعض الحاجات علشان خاطر ينتقد الكتاب المقدس انه بيتكلم عن هذه الامور القبيحه. نعم. لكن هو نسي ان الكلام ده كلام قائد جيش الاعداء بتاع بني اسرائيل كان اسمه ربشاقي. المترجم جاب لنفس النص بتاع الكلام قائد مملكه اشور، كان بيهدد شعب الله وبيقول لهم ان انا هخلي الجالسين على السور ياكلون عذرتهم ويشربوا بولهم. حتى شوف الالفاظ اللي انتقاها الكتاب المقدس، عذرتهم، لكن الراجل عايز يحطها في قالب قبيح فقالها باللفظ اللي مش نظيف يعني. طيب دلوقتي ده كلام جيش الاعداء، قائد جيش الاعداء، لكن هو ما علقش على الموضوع، حطها كده وبس. ليه؟ عشان يوهم السذج من المسلمين ان الكتاب المقدس بيؤمر باكل البراز وشرب البول. حاجه غريبه قوي، تدليس وكذب وافتراء، حاجه عشان يعرفوا الداعيه الكبير بتاعهم قد ايه من الافتراء والتدليس بيمارسوا. لكن انا بعتقد يا عزيزي الفاضل ان هذا الكلام اللي قاله بيغطي مصيبه وفضيحه في الإسلام عشان خاطر ما حدش ينتقدها. وما هي هذه المصيبة أو الفضيحة؟ فضيحة موجودة في صحيح البخاري أن أناسا اجتووا مرضوا، يعني مرضوا، فأمرهم النبي أن يلحقوا براعيه أي بالإبل، فشربوا من ألبانها وأبوالها. قال لهم روحوا اشربوا من الألبان والأبوال. فلحقوا بها وشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، هيبقى علاج يعني. فبلغ النبي في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. يعني إيه سمر أعينهم؟ حرقها بمسامير محماة بالنار. سمر أعينهم. نعم. سمر. حتى كان الرجال يعضون الأرض من شدة الألم. يوم عشان خاطر تغطية فضيحة شرب بول البعير يتهم الكتاب المقدس إنه بيقول نفس الكلام، شيء غريب وعجيب. صحيح. ليه ديدات بيذكر قصة شمشون وانه زنى ما بتاع؟ عشان خاطر يغطي على فضيحة في حياة محمد. وما هي هذه الفضيحة؟ فضيحة يحكيها، انا عشان خاطر ما احكيهاش انا كده من لساني يقولوا ده ما تعدى على النبي. لا، انا احكي الكتب الموجودة. في تفسير ابن كثير، وده موجود على الانترنت، موقع الاسلام.com، في تفسير الآية من سورة التحريم اللي بتقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. أنت تتكلم عن ما فعله محمد على فراش حفصة. أيوة. لما جايز أقوله. نعم. عايز أقوله دلوقتي. نعم. برافو. أن حفصة أم المؤمنين زارت أبوها ذات يوم، مرات محمد، وكان يومها، يومها يعني اليوم اللي هيقضيه وياها محمد يعني. فلما جاء النبي فلم يرها في المنزل. نعم. فأرسل إلى أمته مرية القبطية فأصاب منها في بيت حفصة. فجاءت حفصة وهو على تلك الحالة، يا هلسوة، على تلك الحالة متلبس. فقالت يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي وفي يومي؟ قال فإنها علي حرام، لا تخبري بذلك أحد. الكلام ده أنا بقراه من البيهقي، مش أنا بدعيه. فقال هي حرام علي، بس ما تقوليش لحد. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها بذلك، فأنزل الله عز وجل في كتابه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، في سورة النساء في القرآن آية 24، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. تستمتعوا بالنساء وتدولهم ايه؟ هل أحباء المسلمين فاهمين معنى الكلام ده؟
ايه الفرق بينه وبين دار البغاء؟